معنى لمربع القرار معقد، وماشي معقد فقط حيت هكا راه معقد من منطلق التاريخ ومن منطلق الدستور ومن منطلق البناء المؤسساتي ديال الدوله. راه في مهما مشيتي راه عندك حدود، هذيك الحدود مرسومه بالدستور، فيه بناء مؤسساتي واضح داك الدخول كتلعب فيه، ولكن مرسومه في مساحات ظلال كبيره خارج الدستور، وهي مؤثره بشكل كبير حيت ما بقيناش كناقشوا على تطبيق الدستور، ولينا كناقشوا هذيك المساحات ديال الظلال الواسعه التي لا يؤطرها الدستور واللي في النهايه فيها ينتج القرار. الا بغينا نتقاسموا هذا التشخيص ونقولوا راه اللي كاين راه حنا كنحاولوا من داخله مزيان، الا كاين الناس اللي عندهم اختيار خرجوا من هادشي راهم خارجين، وهذا اختيار محترم ومقدر، ولكن شنو الاثر ديالو؟ سؤال الافق سؤال معقد، لاننا قلت بانه اذا لم نمتلك قراءه جماعيه للواقع ديالنا اليوم ونمشيو له مجموعين، ولكن باش نمشيو له مجموعين نمشيو له بنفس يوحد ماشي بنفس كيفرق. لذلك في كل لحظه كنتذكروا تلك الجبهه الديمقراطيه التي نريد، عموما هي ليست حلم، هي فيها الامكان، ولكن راه ما كاينش عند المغرب اي بديل الا انه نوقفوا واحد النوع ديال التطاحنات الملغومه اللي كتغدى في كل مرحله وكتولي هي الشغل الشاغل، وكنساو بان الافق ديالنا لا يمكن الا ان نشكل تلك الجبهه الديمقراطيه الواسعه التي ستحصن الحقوق ديال الناس واللي غتبني هذاك الامكانيه ديال التداول على السلطه بشكل سليم وعلى الاسهام القوي في السلطه، وعلينا ندفعوا سياسيا ديالنا يمشيو للسلطه، ماشي تاهو انتم كتقلبوا على السلطه، السياسي راه خصو يقلب على السلطه، ويجب ان يمكن من اليات السلطه، لان السلطه خصها تكون منظمه وخص جزء كبير منها يمشي انطلاقا من مشروعيه التمثيل اللي دستوريا راه لا يمكن ان تتم الا من خلال اليات الديمقراطيه وهي انتخابات حره نزيهه كتحتاج الى احزاب قويه والى نخبه قويه، وهذا في النهايه مسؤوليه الناس مسؤوليه المجتمع انطلاقا من وعي جديد. شكرا جزيلا على شكرا استاذه امينه. بسرعه وابدا من حيث انتهت الاستاذه امينه فيما يتعلق بالاشكاليه ديال الاحزاب السياسيه، باش نقول بانه فعلا هذه الدعوه اللي كاين والتي نسمعها من حين لاخر على نطاق واسع هي خاص الاحزاب تنصحها وخاص خاصه الداخل، يجب ان نكون حذرين لانه يمكن على الاغلب يمكن تنعش واحد الفكر فاشل بدون ان يشعر صاحبه بانه يؤدي هذه الوظيفه، لان كل الانظمه الفاشيه تاريخيا بدات ب إلغاء مؤسسات الوساطة، مؤسسات الوساطة، شنو دور الأحزاب؟ هو تلعب دور وساطة بين الدولة والمجتمع، تلعب دور تجميع المطالب، تلعب دور الفلتراج ديال هذه المطالب وتقديمها للفاعل السياسي المؤسساتي، ملي كتنتفي هذه الأدوار في أحسن الحالات نصل إلى ما يسميه واحد المفكر معروف أليكسي دو توكفيل لو ديسبوتيزم سوفت، يعني الاستبداد الناعم. والى حد ما نحن نتجه للاسف او نرى في بعض الاحيان مظاهر لهذا الاستبداد الناعم، هو اللي عبرت عليه، كاين مؤسسات كاين كذا كاين كذا الى اخره، ولكن القرار منفرد من هذه المؤسسات. انا صراحه استفدت من التدخلات ديال الاخوه كلهم، قدموا اضاءات مهمة جدا، مثلا هذه القضية ديال ما يمكنش نتكلموا على نموذج تنموي أو شقيقة استجابات، واش نموذج اقتصادي ولا نموذج تنموي، الأحرى أن نتحدث في الحقيقة على نموذج اقتصادي ماشي نموذج تنموي، والقضية ديال أنه ما يمكنش نتكلموا على نموذج اقتصادي أو نموذج تنموي في حضور ما سميتيه بالمصيبه المجاليه في المغرب، يعني كاين دي زيلو كاين جزر ديال التنميه تعيش على ايقاع متطور، وكاين ناس اللي محاصرين، حنا شفنا هذا الشيء في هذه السنه هذه ديال البرد، ناس اللي بقاو ساكنين محاصرين في المغربان، كاين واحد لا علاقه للواحد منهما بالاخر.
يعني هذا إشكال حقيقي. يمكن أنا بغا يمكن نقولوا دي فورماسيون بروفيسيونيل خصنا هذا الإنسان نخرجوا منها بشي تشخيص أو حتى من التشخيص. ولذلك إذا جيت عاود نرتب الأفكار من جهات أخرى يمكن نقول بأنه هذا نموذج بين قوسين، هو نموذج غير مدمج، هو نموذج نابت التطور المؤسساتي. فعلا الدولة تبتلع أو تسعى إلى أن تبتلع المجتمع برمته كله بأحزابه وبمؤسساته وبمجتمعه المدني، ما يمكنش. نموذج يعادي في العمق العمل السياسي، يعادي في العمق العمل السياسي والتطور السياسي. ما تجي كنلاحظوا مثلا في قضية الظاهرة الحزبية باش نرجع لها، انتقلنا من صناعة أو فبركة المشهد السياسي في 1977 إلى محاولة اختيار الزعامات داخل الأحزاب، وهادشي كله مرورا بهذه الظاهرة الغريبة جدا ديال البلقانة ديال المشهد السياسي. وهنا كاين تراجع في المغرب صراحة. أنا أشعر وأنا أنتمي إلى جيل عاش واحد المرحلة، يعني الجيل ديال السبعينات إلى آخره، التعبيرات السياسية في المغرب آنذاك كانت واضحة، يعني يمكن الحساسية واضحة. كان يمكن الآن يتزاد عليها واحد الحساسية أخرى أو جوج، أوكي، ولكن باش نكونوا أمام 32 حزب، هذا باين لعبة، يعني باين أنها لعبة مقصودة مهيئة من أجل قتل الفعل الحزبي ولا التطور الحزبي. نقطة أخرى وهي أنه هذه القضية ديال اعتقاد المواطن في وجود مشروع أفق أو مشروع سموه الإخوان أفق. نعطي مثال مثلا الصين مثلا اللي هي الآن مهيئة باش تكون القوة الأولى في العالم من 21 أو 25 سنة. العلماء الصينيين يذهبون إلى إفريقيا ويتكدسون في أكواخ 20-30 واحد وقابلين هذا الوضع. لماذا؟ لأنهم يعرفون بأنه رخاء الصين هو رخاء في الأمد البعيد، هو رخاء المواطنين. يعني كاين واحد الوطنية واقتصادية اللي كيشارك فيها هذاك اللي كيجي يستثمر من أمريكا، الدياسبورا الصينية اللي كتجي تستثمر، والعامل البسيط الذي يقنعك بظروف عيش معينة فيها ضنك، فيها واحد النوع ديال المعاناة، ولكنه يدرك في نهاية المطاف أنه يعني يثق في المستقبل ويثق في القدرة التوزيعية للدولة ويثق في أنه رخاء هذا البلد سينعكس لا محالة على رخائه في الأمد القريب في الأمد المتوسط. هذا الشيء إحنا للأسف يجب أن نقر بأنه افتقدناه، يعني الناس ما عندهاش هذا الأمل في أنه رخاء شركة معينة هو رخاء المواطن العادي في هذا الشيء ما عندي ما نقول. ايضا هذا النموذج سميتو هذا النموذج يمكن كيحولنا من اقتصاد السوق الى ما يسمى بمجتمع السوق. احنا اصبحنا في اطار هذا الوضع هذا ما كناش اقتصاد السوق، ولينا مجتمع السوق، بحيث انه بمعنى وقع واحد النوع ديال التسليع كل شيء بطريقه لم يعهدها المغاربه ولم يعهد يعني فهذا كتحطم التضامنات الاجتماعيه، كتحطم. كاين نقطه اخرى بغيت نشيرها وهي هذه حرب المعطيات. انا صراحه لا اعرف دابا ملي تقول لي واش المغرب قاد يعوض البطاله، ما نقدرش نجاوب، ولا لانه المعطيات القضيه ديال الاحصائيات والمعطيات كيف كتلاحظوا المندوبية ديال التخطيط ديال السي الحليمي عندها واحد قاعدة معطيات تشكل. وزارة المالية والاقتصاد عندها قاعدة معطيات أخرى. الوزارة الأولى عندها قاعدة، بحيث كاين إشكال. انطباعي العام أنه المغرب فيه ثروات هائلة، فيه إمكانيات كبيرة جدا. ولكن واش هذا الشيء يمكن له بحيث كيولي حتى التحكم في المعلومة والتحكم في المعطيات اللي كيولي من أسرار الدولة
هي طريقة للتدبير وهي طريقة للحكمة بشكل اللي هو الآن ممارس في المهم. أختم فقط بأنه كيفما كان الحال يجب أن نبقى متفائلين ويجب أن نبقى مؤكدين على أهمية العمل السياسي وعلى أهمية التربية السياسية والتجربة السياسية. وطبيعة الحال الإشكال الآن اللي هو مطروح بالنسبة للأحزاب حسب تقديري حسب واحد التصور ولا واحد كيف نقول واحد مؤقت واحد تنظير مؤقت للواقع وأنه قضية المجتمع المدني والأحزاب يا إما حنا خصنا نمشي عندهم ولا هما يمشيو عندنا خاص الآن واحد العلاقة أخرى يجب ترتيب علاقة أخرى بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على الأقل النقي والهادف والفاعل وفيها بحيث هذاك الفاعل السياسي اللي هو الفوق ويدعي أنه يعرف نيابة عن الجميع ويعطي الدروس للجميع ومن عنده كتفرغ كيف كنقولوا هذا النموذج السياسي ما بقاش ديال الوقت يعني لعبت فيه ظروف متعدده لعبت فيه مواضيع متعدده منها الثوره المعلوماتيه منها انه القدره الان ديال الشباب على القدره الفائقه على استهلاك المعلومه انتاج المعلومه كذا هذا الشيء فيه رغبته فيه السمين ولكن راه فيه واحد الجانب ايجابي جدا رفع من المستوى ديال الوعي ولذلك الطريقه ديال التلاقح ما بين المدني والسياسي يجب ان تاخذ منحا اخر في المغرب وفي اتجاه ربما واحد الرابطه اقوى وهي اللي يمكن لها تجدد فعلا الفعل السياسي وتجعله اكثر قربا من الميدان واكثر تعبيرا عن الرغبات والمصالح والمطامح والاقتدارات ديال المواطنين. شكرا. شكرا سيده امينه مكاري، شكرا للحضور الكريم، شكرا للاخوان اللي جاوا من مناطق اخرى من خارج مدينه صفوان. ومواعيدنا تتجدد، مواعيدنا المقبل كما اشرت قبيله نهار السبت المجتمع المدني والمشروع التنموي الجديد من تنظيم مجموعه من الجمعيات. شكرا لكم.